حبي يأذي هدي يخنق كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة في حبي كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة تقريبا محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة زينا في الدنيا كتير والنهايات متعادة عرفت منين حكايه مؤمن؟ عرفت منين يا عبد الله؟ يعني انت وجودك هنا مش صدفه، ووقوفك جنبي مش جدعانه منك. الحكايه كلها انت بتبعد عن نفسك الشبهات مش كده؟ لو سمحت يا مدام مشيرة. لو سمحت انت قولي فارس ابني يعمل فيك ايه؟ انا هعوضك، انا هحاول على قد ما اقدر اصلح كل الغلط اللي هو عمله. انت مين يا عبد الله؟ انت اخو البنت بتاعت النادي؟ انت ابن الراجل اللي هو خبطه بالعربيه وطلع يجري؟ انت مين يا مدام مشيره؟ انا ما اعرفش فارس اصلا وما اعرفش اي حاجه عنه ولا عمري سمعت عنه اساسا. ولا عرفت منين حكايه مؤمن يا ابني؟ من زيزي. كذاب. زيزي نفسها سالتك نفس السؤال يا عبد الله. واللي عرفت منين؟ أنا عرفت الحاجات دي من مذكرات بتاعت زيزي. زيزي كانت بتكتب مذكراتها تقريبا لغاية ما انتوا عزلتوا من هنا وسايباها في المكتب بتاعها تحت.
بنت انا بتكتب مذكرات وانا ما اعرفش. لا ده في حاجات كتير قوي حضرتك ما تعرفيهاش، وخصوصا عن زيزي. اليوم سوف أبدأ في كتابة مذكراتي. سوف أكتب كل ما يفرحني وأيضاً كل ما يحزنني في هذه الحياة. النهاردة كان أسعد يوم في حياتي علشان ماما خدتني معها الشغل. حسيت إن أنا كبيرة وهي كمان اعتبرتني كبيرة، بس ماما قالت لي النهاردة بس ومش هتاخدني معاها مرة تانية. ماما بتخاف علينا قوي، بس احنا كبرنا خلاص وهي ما تعرفش. انا دلوقتي بعيط كتير كتير قوي. انا بحب فارس جدا بس هو ما بيحبنيش. فارس كان بيحبني زمان، كان دلوقتي مش عارف. ماما بتقول ان انا ما بحبهاش، بس انا بحبها. انا بحب ماما قوي قوي. وانا كمان يا حبيبتي بحبك. بكره ان شاء الله هيبقى احسن. اوعدك ان شاء الله هيبقى احسن. Thank you.
فارس؟ أيوة يا ماما. ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ أنا نايم يا ماما، في حاجة؟ لا مفيش حاجة، انت وحشتني قوي. بس وحشتك ايه بس؟ ده انا لسه سايبك امبارح. غلط اللي حصل امبارح ده، غلط. بس احنا ان شاء الله هنصلح كل حاجة. فارس، فارس هات رماس وتعالى اقضي معايا العيد، وحياتي عندك. مع اني مش فاهم حاجة بس حاضر. حضلك الخير يا هنية، تيجي بألف سلامة حبيبي. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. مع السلامة حبيبي، مع السلامة، مع السلامة، مع السلامة. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، الحمد لله. ألو. يا زيزي، أنت نايمة حبيبتي؟ لا أنا صاحية يا ماما، في حاجة؟ لا مفيش حاجة، انتي وحشتيني بس قوي، بطمن عليكي. انتي كمان وحشتيني، بس هو في ايه؟ عايزة اطلب منك طلب يا زيزي. نعم يا ماما. عايزاكي تركبي اول طيارة وتيجي، عايزاكي تقضي معايا العيد. بس اصلي يعني اخر طلب هطلبه منك، وبعد كده اعملي اللي انتي عايزاه. حياة ماما عندك. زيزي. أنا بحبك قوي. أنا كمان بحبك قوي، بحبك قوي قوي قوي. مع السلامة حبيبتي. باي باي. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. يا صباح الفل وفاء. يا حبيبتي ان شاء الله دايما يا حبيبتي، مبسوطه كده. كويس انك صحيتي بدري قبل ما الاستاذ شرخبيل يشغل السويتش بتاعه. صحيح. استني بس، راحه فين؟ مش هتفطري؟ ده انا اختي قاعده على لحم بطني مستنياكي عشان انوسك تاني يا وفاء. تاني؟ طب بصي ثواني، مش هتاخر عليكي. ثواني يا مدام، استني بس، استني. بقول لك ايه، خدي دول لحسن تهبطي، ده انت ما سحرتيش من ليلتي امبارح. اسمعي يا وفاء، انا مش عايزاكي تباتي معايا تاني، عايزاكي تباتي في البيت مع بناتك وتخلي بالك منهم. واسيبك في الهو ده لوحدك؟ انا مش لوحدي يا فوفا، انا معايا ولادي والحمد لله. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا مامانا؟ كل سنة وانتوا طيبين. وانتي بخير، اتفضلي. شكرا. ايه ده؟ المدام عندنا، ولا اقول البيت منور ليه؟ انا قلت بقى ما استناكش لحد ما تيجي المصنع، اجي بنفسي اقول لكم كل سنة وانتوا طيبين، واقول لمنعم كمان كل سنة وهو طيب. ده امه دعياله النهارده. تعالى يا منعم سلم على المدام. ازيك يا منعم؟ والله لسه دلوقتي بقول له انزل اقعد شويه مع اصحابك، ولا اشتري هدوم جديده العيد بكره. دي اشتري هدوم جديده ايه يا خليل؟ هو لسه صغير؟ منعم دلوقتي كبر وبقى راجل، اكيد محتاج حاجات تانية. قول يا منعم، محتاج ايه بقى يا حبيبي؟ شكر. والله انت فيكي شيء لله، منعم لسه دلوقتي مفرجني على عمليه بيعملوها بره، اسمها زرع، بيزرعوا كف زي الحقيقي. تمام.
فعلا؟ بس ده بقى محتاج شيء وشويات. احنا فين وعمليات بلاد بره فين؟ اخس عليك يا خليل، ما تشيلش هم، العمليه دي كلها عندنا، اي حاجه هيطلبها منعم في رقبتي. شفت يا منعم، مش انا بقول لك ربنا كبير. انا مش عارف اقول لك ايه والله. ما تقولش حاجه يا خليل، منعم ابني. يلا بقى عشان عندنا حاجات كتير. ما انا كنت رايح المصنع اهو. لا لا لا، هنخلي الذبح لبكره ان شاء الله، احنا عندنا مشوار اهم. يلا كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيب يا منعم. يلا يا خليل. اتفضل. مشيرة كده كل تمام، كل المخالفات الطبية خلصنا منها الحمد لله. تسلم ايديك يا جبر. وحشتني قوي يا فارس. وحشتك. عارف جبت لك ايه؟ لبس العيد. ايه رايك؟ حلو. خلاص نشيله بقى ونحطه في الشنطه عشان نلبسه بكره ان شاء الله اول يوم العيد. يلا بينا. هنمشي باي. ومش هسيبك تاني ابدا في حياتي. كتر خيرك، احنا تعبناكي معانا. تحت امرك. مع السلامه. السلام عليكم. مع السلامه. يلا حبيبي. قولي يا تيتا. اربط الحزام زي ما علمتك قبل كده. ها يلا انزل يا فارس. يلا حبيبي تعال. يا ولا روح لا. يا ولا اسمع الكلام يا ولا. اديني ماشي. ام فارس خطوه عزيزه يا اختي. شفتي الواد علي؟ انت ما شفتهوش من يوم ما اتولد. بسم الله ما شاء الله، ربنا يخلي. يلا انت عامله ايه وجميله اخبارها ايه؟ جميله جميله اللي بقت جميله، مستنيه خيالها بقى اللي يقدرها. وعبد الله اخباره ايه؟ عبد الله مين؟ عبد الله اللي ساكن فوق في السطوح. في السطوح؟ اه. من يوم السناوي ده ما مات ما حدش ساكن في اوضته يا اختي، الاوضه فوق فاضيه. اتفضلي يا اختي. خطوه عزيزه يا اختي، نورتينا. يلا اجري اجري، روح لابوك لا يعلق. اجري. زيزي وحشتيني قوي. بنت قلبي ياه، وحشتيني قوي يا ضنايا. انتي وحشتيني اكتر حبيبتي. كنت مستنياكي تكلميني. كنت بكبر يا بنتي، بس خلاص من هنا ورايح مش هسيبك ابدا يا زيزي. انا اللي مش هسيبك ابدا طول عمري. شفتي فارس الصغير؟ شفتي ابن اخوكي؟ اهلا. بوس عمته. يلا عمته مين؟ اسمي زيزي. حبيبي ايه الحلاوه دي؟ فارس يا ضنايا.
قلبي ماما وحشتيني يا حضرتك اكتر. الحمد لله. تعالوا تعالوا تعالوا. مبروك يا عروس. عزيز الف مبروك. الله يبارك فيك. انا زعلانه منك. تقعد الوقت ده كله ما تجيش تزورني. انتي فاكره ايه؟ هتصلحيها بالسهل؟ فارس ايدي في ايدك يا حبيبي وهنفتح صفحه جديده وهنرجع احسن من الاول صدقني. انتي مش عارفه حاجه، مش فاهمه حاجه. فهمني يا ابني. مش هينفع، مش هينفع تفهمي. مش هينفع ليه يا فارس؟ عشان لسه ما لقيتيهاش. الميدالية كانت هنا، كانت هنا الصبح. ضيعتيها. هدور عليها وهلاقيها يا حبيبي. ضيعتيها وضيعتيني من زمان. فارس ما سيبنيش. فارس انا صدقت لقيتك. فارس فين يا عم موسى؟ انت مش قلت واقف هنا؟ وكتاب الله كان واقف في الحته ده هي، وغلبت اقول له ان مفيش حد منكم في الفيلا اليومين دول، راسه والف بلغه انه ما يمشيش. مننا؟ هو سال على ماما كمان؟ ايوه. على فكره انا من المره اللي فاتت عارف ان الراجل ده مش مظبوط وبتاع مشاكل، عشان كده كلمتك على طول. طب لو شفته عم موسى لازم تكلمني على طول، تمام؟ حاضر، تحت امرك. قوم يا ابو البنات، بناتك عايزينك فوق. يا ولية انا مش منبه عليكي 100 مره ما تطبيش عليا زي الوضع المستعجل وانا قاعد مع الرجاله. حش حش يا اخويا الرجاله، فين الرجاله دي؟ انا مش شايفه غير شويه فرد نايمه. طب يلا بقى، بدل ما نومت نومه ما تقوميش منها تاني، يلا روح شوف اكل عيش. اديك خلاص بح، ويكون في معلومك بناتك قاعدين فوق من غير لقمه في البيت ياكلوها. ورينا بقى يا سيد الرجالة هتأكلنا منين. كمان ما عملتيش أكل النهاردة؟ لا النهاردة ولا بكرة يا أخويا. بقولك السبيل اتهد، حنفية الفلوس اتقفلت، ومن النهاردة إحنا ملزومين منك تأكلنا وتشربنا، يا كده يا تورينا عرض كتافك وما تعتبش البيت ده تاني أبدا. وهنبقى يا أخويا عرفنا راسنا من رجلينا وربنا كريم. مرة باين عليها ضربت ولا ايه؟ مش حاجة يعني، حاجة بسيطة جدا. ايه في اخبار عن جد؟ امه زوغت من المراقبة امبارح يا باشا. انت بقى عارف مكان زود المراقبة. حصل. ايه اخبار الدي ان ايه؟ لسه. بس تقرير المعمل الجنائي بخصوص البوكيت نايف بتاعت جبر طلع. ايه يا عم محمد وساكت؟ والله انا جاي لحضرتك عشان كده اصلا. المهم السلاح بتاع جبر هو المتسبب في الجرح بتاع فارس مش كده؟ لا. دين بقى في القضيه دي. هو حضرتك ليه مهتم بالجرح ده قوي كده مع ان رماس قالت يعني؟ رماس تقول اللي هي عايزه تقوله. انت هتصدق كلام رماس؟ رماس دي يا اما كلامها كذب يا اما جنان رسمي. المهم انا عايزك تتشقلب وتجيب لي نتيجه الدي ان اي دي. والله والله ما انا عارفه ابتدي ازاي ولا اقول لك ايه. في ايه؟ اصل انا اصل يعني في ايه وفاء بتتكلمي؟ اصل انا كنت جايه اقول لك ان انا خلاص مش هقدر اشتغل تاني.
طبعا ليكي حق بعد اللي عرفتيه. لو كتاب الله وكتاب الله ومليكي عليا حلفان ما هو ده السبب ولا خطر على بالي اصلا. امال ايه السبب يا وفاء؟ البنات مش عايزه اسيبهم لوحده، وابوهم زي ما انت عارفه كليم الصاله انفع لي منه. لقيت روحي طفحه كوتة عليه وعلى بناته، وهو عامل لي ودن من طين وودن من عجين. في الاول قلت يا بنت اعملي باصلك وقفي جنبه لحد ما يلقى له شغلانه، والشهاده لله هو كان بيدور. لكن يوم ورا التاني لقيته استحلاها، وبدل ما كنت بتحايل عليه عشان ياخد اللي يكفيه، بقى هو اللي بيحط ايده جوه الكيس ويكبش لوحده. وانا تعبت يا مدام، تعبت قوي. والبنات بناتك في رقبتي، سواء اشتغلتي او ما اشتغلتيش يا وفاء ما استغناش يا اميره الامر. انا بس كنت عايزه الراجل يتنحرر كده ويلاقي له شغلانه، لكل ما البنات تحترمه وتعمل له حساب، واذا ما لقاش اللي يسد عزتنا يبقى هو كمان ملهوش عندنا عازه. ما هو لا رامي علينا ضل ولا فايت لنا حيطه نتسند عليها. براحتك يا وفاء، بس انت عارفه لو عاوزتي اي حاجه انا تحت امرك. تسلمي يا حبيبتي. يا لهوي والنبي ما تيجي ابدا. ازاي كريم؟ خير يا حبيبتي؟ في ايه؟ قلقتيني. معلش يا زيزي، بس في حاجات حصلت لازم تعرفيها. قال هما لسه ما لقوش اللي ربنا يجازيه ويحرق قلبه. لسه ما لقوش اللي عملها؟ لقوا. مين؟ آخر واحد كنا ممكن نتخيله، خليل. شوف 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 يا ما تحت الساهي دواهي. طب والله يا مدام أنا الراجل ده عمري ما ارتحت له كده لله في لله. ملزق ومطاطي كده وبيتكلم كلام حلو زيادة عن اللزوم. أيوة. مين يا وفاء؟ ده الأستاذ كان جه لفارس قبل كده في الفيلا. الأستاذ يبقى جوز بنت حضرتك الآنسة زيزي. أنت بتقول إيه؟ طب بالإذن أنا بقى، قال اتأخرت قوي على البنات. لك حبه، ده انت من ليله امبارح على القعده دي. وابويا اللي ما نعرفلوش طريق ده، ما تعرفيش راح انه مطرح. هو بعد اللي كسر ظهري ووجع قلبي ما راح، يهم ايه تاني يروح وراه؟ ما اللي يروح يروح. بنتي بقى لها سنه في مصر وانا ما اعرفش. أنا ما كنتش حابب الحكاية توصل لكده، بس هي اللي اضطرتني. بقالها سنة في مصر ما حاولتش تشوفني ولا تعرف عني حاجة. أنا حاولت نرجع لبعض، لكن هي فارس كان عارف؟ أنا لما رحت لفارس. يعني أنت وزيزي كنت بتشوفوا فارس؟ فارس حتى ما رضيش يسمعني، ده طردني وقال لي طالما اتجوزتوا من ورانا روحوا حل مشاكلكم بعيد عننا. فارس قالك كده؟ بعدها حاولت اقابل حضرتك، بس عرفت انك كنت تعبانه بعد الحادثه. خلي بالك يا زيزي، قلقتي خالص.
تقلقيش انا هتصرف. لا امشي استني هوصلك. لا البيت قريب. انا جايه ماشي بعدين عشان محدش يشوفني. خلي بالك من نفسك انت كمان يا حبيبتي. مطلوب مني الحقيقة لما فكرت ما لقيتش غير حضرتك يقدر يصالحنا على بعض، وأكيد مش هتبقي مبسوطة لو الناس كلها عرفت إن الآنسة زيزي كانت متجوزة من وراكي. أنت بتهددني؟ لا مش كده، لكن أنا عرفت بنتي سابتك ليه، وأنت فاكر بقى إن أنا هضغط على بنتي عشان ترجع لواحد زيك عشان خايفين من كلام الناس. يا اخي ولع انت والناس. هو انا خوفي من كلام الناس كان فادني بايه؟ امشي اطلع بره. انت متاكده من اللي انت بتقوليه ده؟ امشي اطلع بره وياك اشوف خليتك تاني، واوعى تقرب ناحيه بنتي، انت فاهم؟ بره. وعليكم السلام يا عبد الله. والله ما كان له لزوم. أم علي عاملة إيه دلوقتي؟ الحمد لله على كل حاجة. خليكي جنبها يا جميلة، حاولي تنسيها. حاضر. أنا موجود لو احتجت أي حاجة. ربنا يخليك يا رب. ادخلي أنت. ايه اللي جابك يا عم؟ اوعى انت كمان. وبنغلط والخوف يملكنا ويتحول لسوء.
بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة. دي عيون ناس بتودع بعض، دي قلوب ناس مهزومة. بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة. دي عيون ناس بتودع بعض، دي قلوب ناس مهزومة. زينا في الدنيا كتير والنهايات متعادة، النهايات متعادة. قديمة خلاص وهدت نسي كالعادة.